اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديده. من كام يوم سمعت كده راي غريب عن وثيقه التامين للمطلقات. الراي بيقول ايه؟ طب ما تخلوا العصمه في ايدين الست وتريحونا وخلاص. وده راي واحد بس من اراء كتير مختلفه حوالين الموضوع ده. بس الاول لازم نعرف انه وثيقه تامين الطلاق دي جزء من مشروع قانون مهم اسمه قانون التامين الموحد. وده لسه بيتناقش في مجلس الشيوخ بعد الموافقه عليه مبدئيا. في مواد في القانون ده اتوافق عليها ومواد لسه تحت الدراسه. طبعا الناس سابت كل مواد القانون وركزوا على الماده رقم 39 اللي فيها كلام عن نظام جديد هدفه توفير حمايه تامينيه للست المطلقه عن طريق وثيقه تامين بتتصرف بعد الطلاق بس حسب شروط معينة. ده طبعا غير صرف مستحقاتها العادية زي المؤخر والنفقة. كلنا عارفين المستحقات دي قبل ما بتتصرف ممكن تلف كده لفة كويسة كده الست في محاكم الأسرة. لكن وثيقة تأمين الطلاق دي ما فيهاش مماطلة، ما فيهاش تأخير، بتضمن توفير مبلغ عاجل يساعد المطلقة شوية على تكاليف المعيشة. ده الهدف من الوثيقة دي. عشان كده في آراء بتأيدها، ولكن في آراء تانية شايفة إن الوثيقة دي هتزود أعباء الزوج ويمكن تخلي بعض الشباب ما يفكرش يتجوز أصلا. ده غير إن في ناس رأيها إنه عقد الجواز العادي هو أصلا بيضمن حقوق المطلقة، فما فيش داعي للوثيقة دي أساسا. النهاردة احنا بنناقش الآراء دي من وجهة نظر قانونية ومن واقع ملفات الطلاق وتوابعها. شرفني النهاردة أن يكون معانا في مصر جديدة الأستاذة أشجان البخاري، المحامية بالنقد وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين. أهلا بحضرتك، مساء الخير، ازي حضرتك؟ شرفت. ومعانا الأستاذ عصام حجاج، المحامي بالنقد والإدارية العليا. أهلا بحضرتك يا أستاذ عصام، منورنا. خليني أبدأ مع الأستاذة أشجان. إيه الداعي لوجود وثيقة تأمين للمطلقات طالما انه عقد الجواز اصلا في كل الحقوق بتاعه المطلقه؟ ايه الجديد في هذا المشروع اللي حضرتك شايفاه مشروع القانون اللي شايفاه انه هيظبط وضع المراه؟ اولا احب اشكر طبعا القياده السياسيه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بشؤون المراه المصريه. وكما قال أن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع وإنما هي المجتمع نفسه. فخلينا نتكلم عن وثيقة تأمين المطلقات. دي طبعا فكرة، يعني فكرة جديرة بالاحترام، بس لو اتطبقت صح علشان ما يبقاش في أي يعني أي حد يحاول يتحايل على القانون لاستغلالها. طبعا ده اللي بيقولوه. انا عايزه بس افهم المشروع القانون ده بيقول ايه كده. مشروع القانون ده بيقول على عجاله وببساطه جدا، لما الست تتطلق هتاخد 25000 جنيه ومش هتدفع من الحكومه، هتدفع من شركه التامين اللي هي ايه، مؤمنه اللي بتعمل وثيقه التامين الاجباريه. هيدفع هم رايحين يتجوزوا. واحده هم رايحين يتجوزوا هيبقى في وثيقه تامين اجباريه. ايوه، بس انا ليه بقى تعليق على ده؟ يعني انا ليه كومنت على ده؟ اولا هيدفع 50 جنيه ساعه عقد الزواج و25 جنيه ساعه الطلاق التطليق. طيب لو فرضنا ان في اسره ما اتطلقتش، راجل اتجوز وما اتطلقش، هو يدفعها ليه؟ يعني انا ضد ده. يعني انا طبعا الحمد لله انا طول عمري بدافع عن حقوق المراه. ادفع ايه؟ ما هو هيدفع كده كده حضرتك لو اتطلقت. لا هيدفع لو اتطلقت. لو اتطلقت طيب. لكن لا تدفع الا بعد الطلاق، يعني يتم هذا الابرام. ما انا قريت انه القانون بيقول ان بعد الطلقه الثالثه كمان. بعد الطلقه الثالثه لو طلاق بائن بقى ما ينفعش الا بمحلل او بعقد جديد ومهر جديد. طيب ما هيقول لك هي ليها حقوق وهتاخدها بعد الطلاق، ما في مؤخر. الحقوق حاجه، الحقوق حاجه يا فندم، اللي هي النفقه والقايمه المنقولات دي بتاعتها كلها، والمؤخر اذا كان مكتوب مؤخر. في ناس ما بتكتبش مؤخر، في ناس ما بتكتبش كل الحقوق في العقود. يعني ياما الواحد جاله ناس في المكتب كانت مسالمه، يعني ستات كانت مسالمه ما بتكتبش الا حاجات بسيطه كده حفظا لماء الوجه. وبعد هنقول في حقوق، بس هل النهارده الحقوق كلها استاذه انجي بتتاخد ما بين
ليله وضحاها، يعني طلقت النهارده خدت نفقتي وخدت مؤخري وخدت قيمتي وخدت كل حاجتي، لا الفلوس دي بتصرف للست لحفظ كرامتها وحتى لا تدور بتلف لفتها في المحاكم، يعني لا تدور فلكا في سلالم المحاكم واروقه المحاكم ما بين نفقه صغار ونفقه زوجيه او نفقه مطلقه او المتعه او قيمه المنقولات او 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 الى اخره. طبعا كل ده اقل حاجه تحسبيه، اقل حاجه سهل. طب الست دي تاكل منين؟ تسكن ازاي؟ تعيش اطفالها ازاي؟ تعيش نفسها ازاي؟ وخاصه اذا كانت ما بتشتغلش وملهاش اهل يصرفوا عليها او يعني يشيلوها بمعنى اصح، ممكن ما يكون ما عندهاش بيت تقعد فيه اصلا، او ممكن ما يكونش عندها بيت. فالفلوس دي هتبقى ايه؟ طوق النجاه اللي بيحفظ كرامه المراه حتى تحصل على احكام مبدئيا، على يعني على احكام على احكام. طيب اروح للاستاذ عصام، من واقع قضايا الطلاق في ستات كتير بيعانوا جدا عقبال ما يوصلوا ويقدروا ياخدوا حقوقهم، حضرتك مش شايف انه وثيقه التامين دي طوق نجاه للست اللي هي بتطلق طلقه خلاص بائنه لا رجعه فيها، عقبال ما تاخد مؤخرها، عقبال ما تاخد النفقه بتاعتها، عقبال ما تشم نفسها، ممكن ما عندهاش مكان تقعد فيه اصلا، ما عندها اولاد هتصرف عليهم، يعني عقبال ما تظبط وتوفق اوضاعها، مش شايف انه ربما تكون هذه الوثيقه وثيقه التامين دي طوق نجاه للمراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بالجزئية، بالرد على الجزئية اللي حضرتك قلتيها، وبعد كده هسوقها في بعض البنود على اعتراضي على تلك الوثيقة. طوق نجاه أو مش طوق نجاه، هذا الأمر إحنا بنتكلم كمن نزرع في الماء، عارفة اللي بيزرع في البحر بيحرط على الفاضي يعني. بالظبط. ليه؟ بلا مبالغة، هدي ده قانون من ضمن القوانين التنمر ضد الرجال للدرجه دي؟ لا واحده واحده. لما انا هقول لحضرتك قانون تنمر ضد الراجل، هقول لحضرتك هو الراجل خسران ايه؟ هيدفع 50 جنيه في الاول و25 جنيه في الاخر، يعني 75 جنيه ممكن دولت اللي تنمرنا. ممكن نتكلم بالمنطق وبالعقل. يلا اوكي. احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها شريعه اسلاميه. المصدر الثاني في الدستور، تمام؟ الشريعه الاسلاميه المصدر الاول في التشريع اللي هي الماده الثانيه، المصدر الرئيسي للتشريع طبعا. كل قانون فقه الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية. مش هنطلع إحنا أحنا على المطلقات من ربنا سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. كون إن إحنا بقى نخرج ونأتي بدين جديد ده موضوع تاني. لا هو ليس بدين جديد، خليني بس أكمل لا هرد على حضرتك في دي إنه ربما يكون إنه الواقع العملي على الأرض علشان القضايا كتير وإحنا بقى عددنا كبير، مش عددنا زي أيام الرسول يعني، وعددنا كبير فالموضوع القضايا فسدت والوقت هياخد وقت أطول عقبال ما هي تاخد حقوقها، فبالتالي إنه يعني تضمن الفلوس دي عقبال ما تاخد حقوقها. بالظبط. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اليوم اكملت عليكم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لا اجتهاد في مقام النص الصريح. وربنا سبحانه وتعالى قال ومتعوهن. في حاجه اسمها نفقه متعه للمطلقه، في مؤخر الصداق لها اللي هي من نفقتها مقدم ومؤخر. كون ان احنا نقلب الزواج الى عقد مدني نحاكى به المجتمعات غير المسلمة، هو ده الوضع بدليل. وعشان حضرتك نرسهم كده، ده أنا بسميه وعلى مسؤوليتي، أنا بقول لك على مسؤوليتي، قانون استحمار للزوج. هقول لك ليه للدرجات أنا دي بقول يعني أنا مسؤول أنا مسؤول عن كلامي. تنمر أصل حضرتك بتقول لي تنمر واستحمار، هقول لحضرتك ليه، نقول على الراجل كده، هقول لحضرتك ليه، أكمل كلامي. بس أصل حضرتك بتقول كلام كبير، والله العظيم أنا مسؤول. لا أنا مسؤول عن تنمر واستحمار برضه، أنا بقول وعبث وهزل وتهريج وتهريج. واليومين دول للأسف الشديد احنا عندنا بعض اهو على مسؤوليته اهو، بعض النواب قاعدين في مجلس النواب للتنمر ضد الرجال فقط. اللي يطلع لي تقول لي مش عارف قانون معاقبه الزوج عن اغتصاب الزوجي، اللي هو قانون الضحك العمر، ضحك السنين، هذا قانون ده كله طلع اليومين دول. اللي تقول لك اغتصام ثروه الزوج، وبعدين بعد اغتصام ثروه الزوج ندي ايه؟ والله لو عاشت 10 سنين تاخد الربع، مش عارف ايه، لو عاشت 25 تاخد نص ثروته، يعني لو متجوز اتنين وطلقتهم دي تاخد نص الثروه ودي تاخد نص الثروه. اصلا لا تاخد نص النص، تاخد الربع بقى. دي تاخد نص الثروه
ودي تاخد نص الثروه والزوج ياخد الصابونه. ما هو ده. لا 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 يا جماعه يا جماعه يا استاذ يا استاذه يا استاذ انا ما قاطعتكيش. طب استاذ عصام واحده واحده بس واحده واحده علشان ايه نتكلم بهدوء علشان ما نقولش برضو معلومات غلط. يعني حضرتك بتقول لو انا متجوز اتنين دي هتاخد النص ودي النص. لا دي هتاخد نص النص يعني نص النص يعني زي التانية بتقسم على سنين كده. يا استاذه لا ده القانون اللي متقدمه بيه احدى النائبات بتقول لك نص لو متجوز واحده تاخد نص ثروته في حاله الطلاق. يعني لو اتنين ياخدوا الثروه. يعني لو اربعه ياخدوا الاتنين النص. طيب ماشي لو اربعه ياخدوا النص مش كده؟ بالظبط يعني تقسمني. طيب لا ما عندنا حاجه كويسه وتاخد كليه وتاخد عين وتاخد رجلين. خلينا بالمرة بس في موضوعنا النهارده. طيب. بعد اذن حضرتك يا استاذ عصام ليه حضرتك شايف ان وثيقه التامين الجديده دي تنمر للرجل؟ هقول لحضرتك بس قبل ما اقول على تنمر للرجل وعدم مساواه وقولي زي ما تقولي للصبح. لما اجي انا النهارده يكون عندي 13.5 مليون. استاذه اعترضت في برنامج قبل كده على كلمه عانس. 13.5 مليون عانس. هم بيسموه كده في اللغه العربيه. فوق سن 34 سنه. طب ما انا ممكن اقول لحضرتك ده تنمر ضد المراه انك تقول عليها الاسم ده. ما ده لا تنمر. لا لا مش لا لا انا بقول لغه عربيه. ما بتنمرش. طب في راجل عانس برضه. في راجل متجوز. والله والله هاتوا اي حد يقول غير كده. ماشي بس ما ينفعش نقول على ست كده. العنوسه في اللغه العربيه. والراجل عانس برضه. ما فيش مشاكل عادي جدا. يعني. 13.5 مليون عانس وعندي 7 مليون مطلقه وعندي 3 مليون ارمله. يعني عندي 23 مليون سيده بلا رجل. لما يكون عندي 250 حاله طلاق سنويا كل سنه بيزيدوا وبيقل حاله الزواج وفي عزوف من الشباب على الزواج واجي اطلع قانون عشان اقول للناس ارعبهم وادي لهم فزاعه ما تتجوزوش. طب ايه الرعب اللي هيحصل للراجل؟ هقول لحضرتك عشان هيدفع 75 جنيه بصرف حتى لو جنيه. قولي ليه؟ قولي ليه؟ وتعبقيني يعني ال 75 جنيه دولت هم اللي هيعملوا المشكله عند الراجل؟ لا معلش وتعبقيني باعباء ماديه. ال 75 جنيه دولت والله لو جنيه دلوقتي بقوا 8 علبه سجاير. ولو جنيه ولو جنيه اعباء ماديه غير قانونيه. دي نمره واحد. اثنين انت النهارده بتشترطي عليا وانا حق ان انا اتزوج ان انا ادفع وثيقه اجباريه. طب الوثيقه الاجباريه دي ودون تحكم هتدفع على اساس الزوجه ايه؟ يعني الزوجه اللي عندها 20 سنه الوثيقه زودوها بقى يعني مثلا زي تامين العربيات. العربيه التويوتا بكام والعربيه لا 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 انا معاك. لا 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 بص لا انا بركه سن الزوجه يا استاذ اللي عمل القانون بعد لا لا ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش ده تهكم بقى. ده اهانه كبيره للمراه. ما ينفعش للمراه اطلع القانون اللي هو اللي بصي ما ينفعش يقول اللي عندها 20 واللي عندها 30. الاسلام قرر المراه اللي بيطلع القانون وبيحط وثيقه تامين للزوجه بيساوي بيها زي السياره زي خلافه هو اللي بين المراه مش انا اللي بينها. لا هو بيحفظ كرامه المراه. حاجه ثانيه انت النهارده النهارده بتدي شيء او وسيله للزوجه عشان تتطلق. ده في ستات بتتطلق النهارده عشان تاخد معاش والدها المتوفي وده موجود. وبعدين لما تيجي تقولي لي بعد 3 سنين او الطلقه الباقينه طلقة الثالثة يعني الست اللي عندها النهاردة في فساد للزمن في خراب للضمائر. لما تيجي الست يكون النهاردة متطلقة مرتين تقول لك لما اتطلق أحسن الطلقة الثالثة عشان أخد الوثيقة. هتيجي تقولي لا والله مش معقولة في واحدة تطلق عشان تاخد الوثيقة. لا فيه وفي زوجة ممكن تتفق مع الزوج على الطلاق الطلقة الثالثة عشان يقتسم الوثيقة. طيب خليني أخد رد حضرتك اتفضلي. لا طبعا انا برفض كل الكلام ده لان في ست مصريه اصيله محترمه متربيه تعرف ربنا وتتقي الله في بيتها وفي اولادها تقدر ترضى ان هي تخرب بيتها عشان 25000 جنيه ولا 25000 جنيه. خلينا نسمع استاذه اشجان. معلش بصي يا فندم واللي بتتجوز عرفي عشان تاخد المعاش بيبقى برضا الراجل. هو انت ليه بيبقى الراجل عايز كده؟ لانه هو عاطل ومعهوش قرش فبيضطر يقول لها انا موافق على الجواز العرفي عشان تجيب له قرش في البيت. وفي راجل بيشغل مرته خدامه وبتمسح السلالم في البيوت. أيوة واحده واثنين وثلاثه عشان يجيبوا له فلوس. انت صورتيني ان كل السيدات عن الناس. صورتيني كل سيدات مصر يا اسمعيني كل سيدات مصر يعني في اخلاق ستنا عائشه. طيب بالكلمة اللي بتقوليها خلينا نسمع رأي استاذ اشجان. طبعا ان كلنا هرجع لحضرتك. لا مش كله مش كله. انا بتكلمش على ده. حضرتك خليني اسمع راي استاذ اشجان اتفضلي. فبالنسبه لراي حضرتك ده انا برفضه تماما تماما. ما ينفعش يتقال على الست المصريه الكلام ده. تاني الحاجه الثانيه ما انا هرد على حضرتك. الحاجه الثانيه ان في راجل اصلا بيجبر المراه على التطليق بدون اي حاجه من قبل ال 25000 جنيه دول العمي دول اللي هي هتطلق بيجبرها على من الضرب
من الاهانه، من عدم الانفاق، من هو انا جات لي واحده جوزها ضربها علقه عشان بتقول هات علبه عصير للطفله، للبت الصغيره، للبت باللفظ كده بتقول للبت الصغيره. فالراجل اللي زي ده الست هتدنها عايشه تتضرب؟ لا، وايه؟ وضربها وطردها. ولما راحت لاهلها يا استاذه، لما راحت لاهلها ما استحملوش عيالها، يلا روحي على حالات فرديه تدنها تسحب. لا حضرتك، لا معلش، ما هو برضه القانون اتعمل عشان حالات فرديه. طب خليني اروح لاستاذ عصام. فما ينفعش ان انا اهيني المراه ليه الدرجه دي؟ لا، انا عايزه ازيد من البيت شعرا حضرتك على موضوع ان الست ان الدوله دلوقتي بتتجه نحو حفظ كرامه المراه. قبل ما اجيب لها ال 25,000 جنيه يا استاذه انجي، دول هيخلصوا شهرين ثلاثة أربعة زي ما كل حد ما زورها الأحكام بتاعتها. طيب أنا ليه الست اللي ما تشتغلش؟ ليه الدولة أو شؤون الاجتماعية اللي هي وزارة التضامن الاجتماعي تجد لها عمل في مشاغل، في مصانع، تجد لها مكان يحفظها ويحفظ كرامتها من الشارع، لأن في أهالي بتطرد البنت بعيالها وده موجود. يعني دور الحماية ده، في حاجة اسمها دور الحماية في الدول العربية كالسعودية مثلا، دي بتديها أوضة هي وابنها وهي بنتها تعيش فيها لحد ما يتحكم لها بأجر مسكن، بدل ما تترمي في الشارع وتتسكع عند دي ودي تطردها وتتحكم فيها ودي تخدمها وأهلها يبهدلوها. في ناس بتبهدل ولادها وده سبب الزيجات الفاشلة، إن هم بيرموا عيالهم عشان يخلصوا منهم، فهترجع لها بعيل أو ترجع لأبوها بعيل هيقبلها هي وعيالها. فال 25,000 جنيه حفظا مش الست المقتدرة، الناس اللي بتشتغل ومعاها وظيفتها ومعاها مرتبها دي، انا يا سيدي اعمل تحريات لو الست دي معاها مرتب محترم ما تديهاش الفلوس، انا موافقه على كده، انا مش محتاجه ال 25,000 جنيه، لكن في ستات فعلا محتاجين ال 5 جنيه. يا استاذه اتكلمت عن استاذ عصام، هرجع لحضرتك بس دقيقه واحده. انت دلوقتي محامي ليك اسمك في السوق، لو جات لك ست مطلقه والست دي انت فعلا لما بحثت في الموضوع لقيتها فعلا مظلومه واحتاجت انها تتطلق، يعني طلاق بائن لضرر شديد حصل عليها، اوكي؟ جت قالت لك انا دلوقتي عايزه ارفع قضيه علشان اخد النفقه بتاعتي واخد المؤخر بتاعي وكده، حضرتك كمحامي انت عارف هتقول لها احنا هياخد وقت، يعني مش هتروح بكره المحكمه تعمل القضيه، بعد بكره ولا حتى بعد شهر هتكسب القضيه، وانت محامي يعني ليك اسمك فهتكسب القضيه، هتاخد وقت. الست دي بقى، الست دي اللي جات لحضرتك واللي حضرتك عارف انها اتظلمت وبحثت حالتها ولدرجه انك خدت القضيه بتاعتها، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه عقبال ما تاخد حقوقها اللي كفلها لها القانون؟ طيب اولا اللي حضرتك بتقوليه لا ينطبق على الواقع. ليه؟ اولا الوثيقه اللي متقدمين بيها في حاله الطلاق البائن بينونه كبرى. بينونة كبرى يعني اتطلقت ثلاث مرات. أقول منطبق لا ينطبق على الواقع، لأن الست من حقها ترفع دعوى نفقة زوجية وهي متجوزة مش وهي مطلقة. ما بيحصلش، عمليا ما بيحصلش. أنا مش عارف، أنا جاي. ما عمليا يا أستاذة، يا أستاذة يا أستاذة أوصل المعلومة. ما بيحصلش. أرجوكي لما حضرتك بتتكلمي. ما منعهاش، بس ما بيحصلش. خلينا نسأل. مش هتبقى طريقة حوار. طيب نتفضل. هي بتتكلم، أنا بسكت، أنا بتكلم حضرتك. اتفضل يلا. اتفضل. وبالتالي لو دي انها زي ما بيقولوا هتسندها لغايه ما تاخد النفقه، لا، ده الست بترفع نفقه و85% من قضايا النفقه اللي مرفوعه في المحاكم الست بترفعها وهي لسه لم تطلق. فعلا؟ طبعا. الكلام ده على عهده حضرتك يا استاذه، في قانونين سامحيننا، بترفع دعوى نفقه تروح تقعد عند بيت ابوها، وبعدين بترفع دعوى طلاق تقعد لها سنه او ست شهور او سنتين، وبعدين يتجمد نفقه عليه لان النفقه من تاريخ الامتناع او من تاريخ المطالبه لها سنه اقدميه لو جابت شهود وخلافه، وبالتالي بيتحكم لها بنفقه. يجي تتطلق بعد سنه ولا سنتين يبقى متجمد لها نفقه مبلغ وقدره كده، وبالتالي يبقى الوثيقه ملهاش علاقه. بس في الوقت ده هي عملت ايه؟ تاكل منين؟ لا الوثيقه تشرب منين؟ يعني بعد سنه. ما انا بس طب رد عليا، لو الوثيقه سنه او سنتين يا استاذه هتعمل فيهم ايه؟ يا استاذه انا اقول لحضرتك، لو الوثيقه دي ساعه لما تتطلق طلاق الراجعي او طلاق اول درجه، او ساعه ما تغضب من جوزها، كان معلش لا مش هتعمل لها حاجه حتى لو نفذت هذه الوثيقه. ليه؟ اصل ليه؟ ما انا قلت لحضرتك لان لازم تتطلق ثلاث مرات. المشروع القانون بيقول لازم يكون في طلاق بائن بينونه كبرى، وبالتالي لا ينطبق على اللي تتطلق وتروح لعصام عجاج عشان يرفع لها نفقه. فمش هتسد هذه الثغره اللي موجوده. هذا امر. الامر الثاني، انت بتدفعي الست النهارده انها تتطلق، بمعنى لما انا اكون النهارده عندي امل لعوده الحياه الزوجيه ومطلقه مرتين،
يا ده في وثيقه ب 25 لا اعكنن على امه عشان يطلقني الطلقه الثالثه عشان اخد الوثيقه. اه في اقول لك ليه؟ كم في المية؟ اقول لك ليه؟ كم في المية؟ بصي ولو واحد في المية. كم في المية؟ لو واحد في المية، خلينا نكمل المعلومة. ولو واحد في المية، في ست بتطلق عشان تاخد معاش ابوها، في ست بتطلق عشان تاخد القسيمة، في راجل وست ممكن يتفقوا مع بعض خاصة ان الوثيقة دي لا تستحق الا عند الطلاق، ودي ثغرة. طب افترض ما تطلقوش، هتعمل ايه؟ هتطلع عشان تاخدها زي اللي قتل ابوه عشان يحلف برحمته، هيعمل ايه؟ ما هي عايزه الوثيقه، فلازم تطلق. فممكن تطلق طلاق صوري بينها وبين جوزها، ما تيجي نتطلق عشان اخد الوثيقه ونرجع لبعض عرف. طيب استاذ عصام بيقول نقطه ممكن تبقى منطقيه، وممكن فعلا بعض الستات والرجاله يتفقوا مع بعض يستخدموا المشروع ده ويستخدموا القانون ده ويعملوا كده، يعني دي وجهه نظر. انا موافقه على دي ان ممكن تحصل. بس طب الحل ايه؟ احنا بقى الحل هنا، اولا هذا المشروع لازال معروض للنقاش، يعني لم يؤخذ فيه قرار. طب يعني دي ثغره حطلنا نتكلم خط فيها، تحتها خط احمر مهم. انا كنت هقولها حتى لو سياده المستشار ما كانش قالها، انا كنت هقولها. ايه الحل عشان الثغره دي كنت هعرضها، لان هي مش المقصود ان احنا ندافع عن حقوق المراه فقط، لا احنا ندافع عن حقوق المجتمع كله، رجل وامراه. دلوقتي لو هي عملت كده ومفيش حد يا فندم بيتجوز سر، حتى لو عرفي الجيران والمنطقه والقرايب والناس كلها بتعرف انهم متجوزين وعايشين مع بعض، لو نما لعلم الشركات او 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 الحكومه او اي حد ان الست دي رجعت لعرفي، يرد المبلغ جزاء لها اما بعقوبه جنائيه او يرد اضعاف. ازاي عرفي بقى؟ هيعرفوا ازاي؟ حضرتك بتقول هم الجيران، في واحد عايش معاها في البيت، مين الراجل اللي داخل البيت ده؟ وكان جوزها قبل كده. وانت عايزه شركه التامين تروح تفتش في الشقق؟ سعادتك في ناس بتكشف يعني في حصلت ما لا حصلت لا 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 معليك يعني لو حصلت كتير في ستات كانوا متجوزين عرفي وبياخدوا معاش من اجوازهم الاولانيين وتم الابلاغ عنهم، الحكومة رضت كل المعاش كل الفلوس دي. يا أستاذة خلينا نتكلم على الواقع. شركة التأمين دفعت ناس بتتغاظ من الناس، ناس متضايقة من حد، ناس بتعرف انها متجوزة عرفي وطلقت عشان الحتة دي. خلينا نسمع أستاذ عصام اتفضل. شركة التأمين صرفت الوثيقة وهم رجعوا لبعض عرفي، راحوا وهم بلغوا قالوا ده متجوزين عرفي، المحكمة لها دليل كتابي، هي هتحيل الدعوة للتحقيق وتشوف إذا كانوا متجوزين عرفي ولا لا. مش في تحريات يا بيه؟ يا أستاذة تحريات مين؟ تحريات أنا بعرف إزاي إن ده حرامي أو ده نصب أو من تحريات المباحث، مش تحريات. يعني خليك كمل وجهة نظرك، اتفضل يا أستاذ عصام. أمر آخر يا أستاذة، أنا النهاردة لا اجتهاد في مقام النص الصريح، ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال كده، ما ينفعش إن إحنا نجتهد في أي حاجة ربنا حطها لنا، ربنا يعني عمر ما هيكون المشرع احن على الزوجه من ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا بنطلبه ده من ضد الدين. طب شروط من ضد الدين؟ لا من ضد الدين، ما ندخلش الدين يا استاذ عصام في ده خالص. ارجوك شروط صرف قيمه التامين بعد اذنك يا استاذ اشجار، اتفضل. مرور 3 سنين على الجواز، تمام. هل حضرتك شايف انه هذا الشرط ربما يكون وسيله لسد الثغرات ومنع التلاعب؟ شرط عبثي. ليه بقى؟ هقول لحضرتك عبثي ليه؟ ليه؟ تمام؟ واحد، مش شرط المدة. أقول ليه؟ لأن ممكن من أول يوم يحصل خلاف ونفور وشقاق بين الزوجين وتفضل هي مستحملة، دي نمرة واحد، لغاية ما يمر 3 سنين عشان تاخد الوثيقة. دي واحد. اتنين، الشرط ده انت بتقول النهارده بتتعارض مع نفسك، بتقول لا شرط يكون بينونه كبرى. بينونه كبرى اللي هي المطلقه ثلاث، اللي هي لا تحل له الا بعقد الا بعد الزواج زوج باخرى باخر. يبقى انت ازاي 3 سنين؟ هل انت كده بتجبرها انها في خلال 3 سنين كمان تطلق 3 مرات؟ ده انت بتدفعها لخراب بيوت الاسر دلوقتي. هذا امر تاني. الامر التالت، النهارده تتحمل هي مهانة الزوج في خلال 3 سنين لو عايز تطلق تقول لا لغايه ما اخد الوثيقه، او هو يتحمل قرفها عشان ما يطلقهاش لمده 3 سنين؟ هذا امر. الامر الرابع، ان بيحصل انفصال ممكن من اول يوم، لا هو ممكن انفصال جسدي قبل 3 سنين وتروح بيت ابوها وتقول له لا والله بس استاذ عصام ممكن يطلقها قبل 3 سنين فما تاخدش حاجه خالص. انا النهارده مش بلاش تطلقني مثلا الا بعد مرور 3 سنين عشان استحق الوثيقه. الامر الاخير، انت النهارده بتجبرني
بتعقرب لي، بتحط لي عقده في الحلال، بتصعب لي الحلال. يعني انا النهارده بتجوز، مين قال ان انا النهارده تبقى اجباري عليا والا ما اتجوزش؟ طيب نقطه برضو، انت كده بتصعب لي الحلال؟ لا، هو مش بيصعب الحلال، هو بيحط دلوقتي شرط لحماية الست المحترمة دي، اللي ممكن الراجل يتغير مشاعره، يتغير مزاجه، يتغير ظروفه، ويروح مطلقها مثلا، عارف واحدة تانية عليه وعايز يطلق دي ويتجوز، فمين اللي يحمي الست دي؟ وبعدين أنا اعتراض بسيط جدا على هذا النص، لا يجوز تحصيل هذه المبالغ إلا إذا تم التطليق فعلا منه. طب وموضوع 3 سنين ده ما يعملش تلاعب؟ لا، أنا ضد 3 سنين، لأن ممكن جدا في ست تكتشف إن جوزها مدمن بعد 2 3 شهر، ليه تستحمل 3 سنين؟ هو يبقى مفتوح بشروط، بشروط. ممكن تكتشف إن جوزها مريض صحيا، لا يقدر مثلا على المعاشرة الزوجية، أو يعني أمراض صحية. بس يا فندم، لا يعني هو لازم الثلاث، لا أنا ضد 3 سنين. افرض في مشكلة كبيرة جدا صحية متعلقة بالإدمان، دي ما اقدرش استنى على 3 سنين، ليه اعذبها 3 سنين؟ طب ما انا من اول شهر لو حصل واتضح ان هو مريض صحيا، هو من اول شهر مش هتبقى طالقه بقينا كمان؟ لا، ما هو ده لازم يتشال اصلا، طالقه بقينا دي انا مش عاجباني طالقه بقينا. مطلقه الاسباب، اسباب 1 2، وان شاء الله حتى القانون يذكرها على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. يعني مثلا حضرتك، انا مريض صحيا غير قادر على المعاشره الزوجيه، لسه اتجوزت يعني عشان اعمل منظر قدام الناس، هي تستحمل 3 سنين ليه؟ دي واحد. انا مدمن وهي ما اكتشفتش ده اثناء فتره الخطوبه، تستحمل 3 سنين ليه؟ ليه تخليها تطلقه مره واثنين وثلاثه واربعه؟ طبعا من اول يوم، وحط شروط، حط شروط قويه جدا علشان ما حدش يتحايل. طيب رايك ايه يا استاذ عصام لو عملنا كده، لو عملنا وثيقه التامين دي وحطينا هذه الشروط المحدده والجامعه والمانعه والصريحه، بحيث انه ما فيش ثغرات وما فيش تلاعب، هتبقى برضو ضد الوثيقه؟ استاذه انا كنت اتمنى، مع احترامي، انا بعز الاستاذه اشجان، يسلم حبيبي، ربنا كان يهمني ان العضو سياده النائب اللي عمل حط القانون يجي يقعد قدامي. قولي ليه؟ قولي ليه؟ طب حضرتك قولي، لو انت بتقدم، لو انت نائب وبتقدم القانون ده هتكتب فيه ايه؟ انا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم للمره الثالثه، انا بقول لحضرتك اهو، استقيل من مجلس النواب، ما اقدمش قانون زي ده. انا بقول لك استقيل، استقيلوا يرحمكم الله. هقول لك حاجه والناس سامعيننا، وحضرتك انا بحترم حياديتك، بلاش تقولي رايك على الهوا. انا ما قلتش رايي، الاستاذ اللي حط القانون، انا بقول راي الطرفين. طيب مع كل شرط، كل شرط، عارفه كلمه متدغدغ كده، متدغدغ انتقادات، كل شرط 3 سنين ما ينفعش، الطلقه الثالثه انت بتشجع الستات على انها تتطلق الطلقه الثالثه. طب ما هي أستاذ، يعني لو في أشجان، لو في نيه، ما هي استاذ اشجان بتقول، ما انا قلت طيب كده، لو انا في نيه ده. خدي بقى الاخر، طب انت حطيت القانون وبتقول الطلاق، ما تستشير حد قانوني الاول قبل ما تحط القانون. بمعنى انت حطيت القانون وبتقول في الطلاق، في الطلقه الثالثه، طب افترض النهارده ما حددتليش انت في القانون، هل اللي يتم تطليقها غيابي، ولا يتم تطليقها عن طريق المحكمه، ولا يتم تطليقها على الابراء بالحاجه المنفرده مثلا ثواني بس، ولا تطليق قول لي، قول لي عشان ابقى عارف ليه. لا، ما حددهاش. هتقول لي هيفيدني ليه ما حددهاش؟ ليه؟ لان ممكن تبقى سبوبه للنساء. ما حددهاش سبوبه للنساء. انا اتجوز عكنا على عيشته، يطلقني، اروح اتجوز غيره، اطلقني، الم لي هنا 25 وهنا 25 وهنا 25، واخده بالك، وتبقى صاحبه ثروه، والله ما بهرج. لا 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 لا، احنا معانا، معانا بتنضم لنا الاستاذ عبير الانصاري، رئيس نادي المطلقات. استاذ عبير، اهلا بحضرتك، وراي حضرتك في مشروع وثيقه تامين المطلقات. اهلا بيكي، اهلا بيكي. دايما استاذ عصام دايما رايه عكس اي حاجه فيها منفعة لأي مطلقة. بعدين أنا رئيسة نادي المطلقين، يعني ستات ورجالة كمان. بص أنا بقول كلمة حق بس يا أستاذ. طيب يعني نسمع أستاذ عبير. لا أنا مع ولا ضد. نسمع أستاذ عبير بعد إذنك. زي العادة ما بيحبش يسمع كلام أي حد غير صوته. وعادي جدا برضو، ده رأي حضرتك أستاذ عصام. بعد إذن حضرتك خليني أسمع أستاذ عبير. ما تبلاش دعوة بيها، هي تقول رأيها بس بلاش دعوة بيها. بعد إذن حضرتك نسمع أستاذ عبير، اتفضلي يا أستاذ عبير. فكرة، الفكره بتاعت القانون فكره محترمه جدا، واللي طلعها دايما، اللي طلع الفكره دي عنده نيه انه يساعد كل الستات المطلقات، لانه شايف كميه الاذى اللي بيتعرضوا له بعد الطلاق. اما بالنسبه انه ان الست هتاخدها سبوبه، ما فيش ست طبيعيه
دي لا اكيد مريضه او عندها حاجه في دماغها انها تتجوز عشان تلم الثروه، دي ما بيحصلش. صح احنا انت بتتكلم على حالات غير موجوده، غير في الحاجه يعني رير، حاجه صح يعني صح نادره. صح لكن في العادي والطبيعي ما فيش ست تحب الطلاق، ما خالص. فيش اي استاذ عصام، بعد اذن حضرتك اسمح لي ادير هذه الحلقه يا استاذ عصام. هي بتقول رايها ومن حقها تقول رايها في كلام حضرتك، زي ما حضرتك من حقك تقول رايها، رايك في كلامها. فبعد اذن حضرتك اسمحها واديها الفرصه كامله. اتفضلي. اي قانون، اي قانون بيتحط لازم يبقى فيه نقاش مجتمعي، يتناقش قبل علشان يبقى فيه توازن، ويبقى القانون اللي بيتعمل لما يعني يقولوا هو ده قانون لازم يكون متوازن في مصلحة الست والراجل، في مصلحة الأول مصلحة الأطفال. احنا بننسى صحيح. دايما نقومها ونعملها حرب بين الرجاله والستات، وهي كلها المفروض تصب في مصلحة الطفل، لأنه الطفل ده هو عماد المجتمع بتاعنا في المستقبل، هو ده اللي هيقوم بلدنا او ما نقطة برضو، يعني يقومهاش. حضرتك بتقولي الطفل ياخدها، لو في أطفال لازم، الطفل ياخدها، ياخد لا مش يعني موضوع الطفل أمال ياخدها، إيه؟ الفلوس اصلا الفلوس دي الام بتاخدها عشان ايه؟ عشان الطفل، علشان تظبط وضعها في عبال ما يجي لها هي النفقه او ممكن تكون يجي مش مخلفة، يعني احسن معنى كده الست ساعتها. اللي ما خلفتش ما تاخدهاش؟ ممكن يتحط القانون كده، ممكن، طالما احنا كل الاهداف اللي احنا بنعملها دي عشان تصب في ان الست يكون عندها اطفال، ويحصل لو حصل كذا وهي عندها اطفال، لان المشاكل بتاعت المطلقه معظمها بتكون لما يكون عندها اطفال بعد الطلاق. لكن لو هي فرد بروحها ما عندهاش اي مشاكل، اكيد هتروح عند اهلها، ممكن تلاقي شغل، هي خفيفه تقدر تظبط وضعها. طيب اما الست اللي عندها 2 اولاد هي اللي بتحيط، يعني طيب استاذ بيبقى عبير، عندها الحقيقه مشاكل. استاذ عصام قال نقط برضو مهمه، يعني هو قال انه هذا القانون فيه ثغرات، وافقته كمان استاذه اشجان ان فكره ان الموضوع 3 سنين انه ما يتطبقش انا غير بعد معاك، 3 سنين، انه ما يتطبقش غير بعد الطلقه البائنه، ما هو دي تعتبر ثغرات باتفاق استاذ عصام واستاذه اشجان. صح، وانا معاهم، انا معاهم في الاتفاق ده، لازم دي تتعدل، ما تبقاش محدوده ب3 سنين، ولازم تبقى اكتر من 25,000 في حاله وجود اطفال، لان 25,000 دي تعمل ايه بين مدارس وبين اكل وشرب عبال ما تجيها النفقه. برضو لازم المبلغ يبقى اكتر من خليكم من كده على ده. عند الشهاده، عند وضع الشهاده في لما هما طيب بيكتبوا الكتاب، يعني لازم تمام، يبقى اكتر من خلينا 50. استاذ عصام هيرد على حضرتك واستاذه اشجان. اتفضلي يا استاذه اشجان الاول. اتفضلي. حضرتك انا معاكي ان ال 25,000 دول مبلغ بسيط، بس هو ممكن يبقى كتير عند حد فعلا من الازواج ظروفه الماديه صعبه جدا، ممكن يتحبس لو ما قدهمش. فانا لا مش هشجع هو القانون مش يا بيدي، لا، ما انا استني حضرتك هو خليني، مش هو لا بيدفعها، خلي، لا 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 لا، بيدفعها هو مش كاقساط بيدفعها. يا فندم، لا بيدفعها كاقساط، لا بيدفعها كاقساط. هو لو مش هيدفعها هيدفع 50 و25، اوكي انا ما فيش مشكله، لكن هو هيدفعها ده اللي كاقساط. انا فهمته من لا يا القانون. فندم، فهو لو هيدفعها كاقساط، افرض انا ما عنديش وظيفه، افرض انا سوري يعني وظيفه حره، نقاش، مش عارفه ايه يعني كده، الحاجات دي بتبقى ارزوقيه، يعني ما عندوش حاجه شهريه زي ايوه موظف في فاهمك. بنك في. ففي الحاله دي لو هو معهوش الراجل يعمل ايه؟ يتحبس؟ لا، انا مع لا تحديد طبعا، المبلغ حسب يسار الرجل، يعني لو مليونير لا يدفع مليون، ما يدفعش 25,000. صح لو حد معاك حق، بيشتغل كذا معاك على حق. حسب مادياته، على انا اللي حسب فهمته مادياته ان هي اولا. مبلغ مستقطع في اول في كتب الكتاب بصي يا استاذه فقط، عبير، يعني مره حسب واحده مادياته بتتحط. اولا، ثم نعم نعم مركزه الاجتماعي، يعني مش المركز الاجتماعي الاول، ممكن ما يكونش فقير بس مركزه الاجتماعي مرموق محترم، وظيفته كويسه بيجيب دخل بس مش غني، لا يبقى معاكي. المركز المادي اساسا لانه بيدفع على هذا الاساس، مش على اساس مركز الزوجه المادي
او الاجتماعي، لانها ارتضت مثلا انها تاخد رجل فقير، مش ذنبه ان هو يدفع بقى قد كده على حسب ماديات المراه، لا انا اسفه، حسب ماديات ويسار الرجل ومركزه الاجتماعي. هي مش ذنبها هي كمان، الست لو معاها فلوس عمرها ما هتبص تقول له تعالى بعد الطلاق. أيوة أنا على لا احنا بندي حضرتك امثله، لو معاها فلوس مش هتقول له تعالى اصرف عليا. انا معاك، انا معاك، وستات كتير بتدي كل حاجه، وستات كتير بتدي مرتباتها شهريه وهي سعيده وفرحانه ومبسوطه. انا بقول احتياطي، يعني احنا ما بنحطش القانون على قاعده على ناس معينين، احنا بنحطه للعامه للجميع، بحيث على قد ما نقدر. هو الفكره الاساسيه جميله جدا، لكن التطبيق بتاعها محتاجين نقعد، محتاج شويه حوار مجتمعي ومناقشات اكتر. أيوة. عشان كده عاملين الحوار ده. استاذ عصام، رد حضرتك على استاذ عبير، اتفضل. حاجه متوازنه. تمام تمام، اتفضل يا استاذ عصام، ردك على استاذ عبير. الاستاذه هرد عليها ومش هاخد الموضوع شخصي. هي بتقول اصل الاستاذ عصام ضد اي حاجه ضد المراه. لا، انا عندي ام وعندي اخت وعندي بنت، كل ده انا بتكلم والناس سمعانا، المتفق مع العقل والمنطق ويتواءم معه انا بقوله. الناس ما انت ضد تغلطي. الفكره لا اصلا. استاذ عبير بعد اذن حضرتك نسمع كلام استاذ عصام زي ما سمعنا حضرتك، اتفضل يا استاذ عصام. انا النهارده اعمل انا اخر اطالب بقى، انا النهارده ما هو كل اصل الاستاذه اشجان قالت كلمه كويسه في الاول، قالت لك ايه؟ قالت لك احنا بنشكر الرئيس وبنشكر المسؤولين وبنشكر كذا. فعلا فعلا احنا بنشكر الدوله كلها النهارده في نهضه كامله لصالح المراه، بس اللي انا عايز اقوله ايه؟ ايه هي؟ على حساب الرجل. بمعنى كل القوانين اللي صادره من سنه 2000 ضد الرجل. اقسم بالله العظيم وبلا مبالغه. بدات رجاله مصر تحزم في الشرط وعايزه تسيب البلد. ليه؟ لا مش يا استاذه، استاذه انجي انا عايزك حضرتك تاخدي موقف، تاخدي موقف الحياد. واقول لك ليه، واقول لك ليه، واقول لك ليه، انا واخده موقف الحياد، والدليل ان انا بكمل استاذ عبير واقول لك اتفضل كمل كلامك، اكمل الفكره ومحدش يقاطعني. يا استاذ عصام بس حضرتك بتبالغ شويه. لا هبالغ، انا بالغ. رجاله مصر بيلموا هدومهم وعاوزين يمشوا من البلد. مش تسأليني ليه؟ ده مش واقع. مش تسأليني ليه؟ ده مش واقع. مش هقول انا الواقع. ده مش واقع. مش المشرف وشاهدين بينه وبين حضرتك يقولوا اذا كان واقع ولا مش واقع؟ ده مش واقع، معلش. طيب لما في خلال ثلاث شهور يطلع لي قانون يقول لك الاغتصاب ثروه الزوج، الاغتصاب الزوجي، ما طلعش لسه، ضرب الزوج، ما طلعش ضرب الزوج لزوج ثلاث سنين اكتر من العاهه المستديمه بعد اذن حضرتك، ده اللي موجود. اللي اتجوز على مراته يتحبس سنه وما يقولهاش، و50000 جنيه غرامه. كل ده ضد الرجل. ليه؟ لان في هو اتجوز عليها ليه؟ عارفة ليه؟ وهو يضربها ليه؟ وهو يغتصبها ليه؟ حق الشرع اللي بيقول كده. طب الحق اللي بيقول كده. ولما اقول لها ولما اقول لها يعرفها ولما ما اقولهاش بتحبس ثلاث سنين بعد اذن ساعتها. بيكذب ليه؟ تتطلق. بيخبي حاجة اسمها طلاق. بيداري ليه؟ يعيش معاها ليه؟ استاذه استاذه يعيش معاها ليه؟ انا بص هقول لحضرتك على حاجه، انا بعرف اعلي صوتي وبعرف انسحب من المشاهده. اكمل كلامي ما قطعتكيش. استاذ عصام بعد اذنك اهدى شويه علشان اعرف نتكلم. استاذه انجي القانون بيدي للزوجه حق التطليق. طب ممكن بس نهدي الطول شويه علشان احنا بنتحاور مش بنتكلم. سكت اهو. اتفضل. ابدا؟ اتفضل. القانون بيدي للزوجه حق التطليق لزواج زوجها من زوجه اخرى. وبالتالي ما اروحش احبس راجل عايز يتجوز دي واحده. ده مش قانوننا دلوقتي. انا مفروض احبس عمليه الزواج من ثانيه وثالثه ورابعه طالما الراجل يستطيع. ليه؟ انت عندك 23 مليون سيده في مصر بلا رجل. 13 ونص عام يا عم اتجوز بس قولها حافظ على الفاظ حضرتك. 13 ونص مليون سيده فاتها القطر. لا ولا فاتها القطر، ما ينفعش الكلام. فاتها الاتوبيس، ما ينفعش الكلام. 13 ونص، انا مش عارف اتكلم. انا مش عارف اتكلم. يا استاذه، يا استاذه، هو المرأة ما ينفعش الكلام ده. قال الكلام ما بلغش على المرأة المصرية. معلش أستاذة، 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 ما تزايديش عليا، ما تزايديش عليا. لا والله أنت عارفة، عارفة، عارفة. هنعلي على بعض، هنعلي على بعض. ده مش حوار وده مش مناقشة ومش هينفع. هتضطروني أخرج لفاصل بعد إذنكم، بعد إذنكم. إحنا دلوقتي وإحنا بنتكلم في هذا المجال، إحنا لا نسمح باستخدام أي ألفاظ ضد أي حد ولا ضد راجل، وأنا رفضت لفظ استحمار الراجل زي ما برفض تماما من كلمة المرأة العانس أو فاتها القطار. أنا أرفض أي ألفاظ في هذا البرنامج. بعد إذنك يا أستاذ عصام، أنا أرفض أي ألفاظ غير لائقة في هذا البرنامج، ولا استحمار الراجل ولا عنوسة المرأة. بعد إذنك يا أستاذ، هي مش خناقة.
لا ما هو كان عامل خناقه. لا ما ينفعش. لا هي مش خناقه، حضرتك واخده موقف للمراه دلوقتي. لا انا لا. ولا مع ولا ضد. لا. بس ما انا جاي اوصل معلومه للمشاهد. انت ما قلت لي استحمار الراجل. انا رفضت. معلش تبقي حياديه يا استاذه، ما ينفعش. انا رفضت حياديه. هو ما هي قالت استحمار الراجل. انا ضد ضد انك تقول استحمار الراجل. انا استاذه، هل انا قلت يا استاذه يا استاذه انا بقول واقع من واقع الجهاز المركزي للتعبئه. انا رفضت كلمه استحمار الراجل يا استاذه، زي ما برفض كلمه عنوسه المراه يا استاذه. قولي عنوسه المراه، افتحي كده جوجل وافتحي كده الجهاز المركزي وافتحي القاموس العربي، هتلاقي كلمه عنوسه دي لغه عربيه. بس تاذيها نفسيا. لغه عربيه. تاذيها نفسيا يا بيه. ليه مصر تاذيها نفسيا؟ انا لا ما بقولش حاجه، انا بقول الالفاظ اللي انا ما اخترعتش. انا ما اخترعتش. مش عارفه، انا مش عارفه ليه حتى كلمه استحمار الراجل. ما انت بتاذي الراجل. لا لا انا ما باذيهوش، انا بقول القانون ده يراد به استحمار الرجل، وانا بقول هذا الكلام ده واقع. لما النهارده من سنه 2000 احنا ما منعناش انكم تتجوزوا، احنا منعناش. بعد اذن حضرتك تعملوا الحاجه من ورانا. بعد اذن حضرتك لما تطلعي لي قوانين من سنه 2000 كلها ضد الرجل، ضد الرجل. انا مش عايز تتجوز وتجوز. خلينا معانا دقيقه واحده يا استاذ عبير، خليكي معانا دقيقه واحده، هخلي حضرتك تردي دلوقتي. اتفضل يا استاذ عصام، معاك دقيقه. اتفضل. يعني انا النهارده لما تيجي تقولي لي واقول لك ليه هذا القانون ضد الرجل، عشان ناخد موقف الحياد، لما يكون عندي النهارده 86% من حالات التطليق في المحاكم خلع، ما تعملي لي وثيقه ضد الخلع. انت عارفه حضرتك المعلومه اللي حضرتك ما تعرفهاش، ان الست لما بتتجوز الصبح شاب وزوجه اتجوزوا الصبح، قامت طقط في دماغها انها اتخانقت معاه وراحت رفعت له دعوه خلع بلا اسباب، بتتخلع وبتاخد منه الشقه وبتاخد منه قيمة المنقولات وبتاخد منه الاولاد لو عندها اولاد وبترمي في الشارع. ده بتعملي لي وثيقه تامين انا كمان. ده الشارع اديتها الاولاد. طيب خلينا بس نسمع استاذ عبير. اتفضلي يا استاذ عبير. واحد، ما فيش واحده بتاخد حاجه مش حقها، مش هي عندها اولاد يعني هو عايز يطلقها ويرميها في الشارع هي وعيالها، ولا ينفق عليها ولا يعمل اي حاجه من الحقوق دي. وبعدين يشوف في الشارع من الخلع. والراجل فين حقوقه اللي بترمي في الشارع من الخلع؟ طب نسمع بس استاذ عبير زي ما سمعنا. هو لو لو حصل انها خلعت، ما هي بترد له كل حاجه هي خدتها منه. انا اصلا فين؟ ضد. ما تسالي محامي كده بترد له فين؟ مش بتبريه من حقوقه اصلا. بترد له اي حاجه هو دفعها. اصلا لسه ما اتحققتش. لحظه نفلت العده ونفلت المتعه. اصلا عبير بعد انا اصلا انا اصلا ضد القايمه، وضد انا مع الشرع اللي هو بيقوله يتجوزوا وعلى ما هو يقدر ينفق عليها ينفق عليها، لا يقول لها قايمه ولا هي تحط فلوس وهو يحط فلوس على حسب اللي هو يقدر عليه. هو ده الصح، هي تخش بشنطتها زي البلاد العربيه كلها. ما فيش الكلام ده بتدفع كله. طيب طيب فين الدين من كده يا استاذ ايدي؟ المراه هو انتوا بتتكلموا احنا ما عندناش مانع، عايزين عايز انك تتجوز يا سيدي اتجوز، ما حدش منعك، بس ادي خبر للست اللي موجوده في البيت انك هتتجوز. بالظبط، ما حدش هيحبسك. بالظبط، ما حدش هيمنعك ولا يحرمك من حقوقك. ولها حريه القبول او الرفض. بالظبط، اديها الحق بتاعها اللي هي الشرع بيديهولها، تعرف المعرفه دي من الشرع انك تقول لها تعرفها. لا مش من الشرع، هاتي لي حد من الازهر يقول انه من الشرع انه يعرفها. ها هاتي لي حد وانا على الهوا اهو. وحتى لما تيجي تعملي القانون المادة 18 مكرر من القانون للاحوال الشخصيه ادالها الحق انها تتطلق لو عرفت. مش المفروض انها تعرف؟ ايش؟ ماشي طيب، يعني امال بيعمل الحاجه دي من وراها ليه؟ يعني كرسي في البيت ماليش دعوه بكرسي في البيت، ما ينفعش انها تعرف. هو حلو دلوقتي لما تقولي كرسي في البيت عليها هي لكن لما انا اقول مش عارف اي حاجه يعملها لازم يبقى لازم يكون ليها حقوقها. ما فيش حاجه اسمها في حاجه اسمها شرع ودين. ربنا ادانا دين الشرع بيديها حقوقها على فكره. حضرتك بيديها حقوقها. انت اللي بتبلغها العبير للاخر بعد اذنك. طيب استاذ عبير حضرتك عاوزه تقولي حاجه تاني؟ لا انا عايزه بس اقول ان الفكره دي فكره ممتازه، المفروض بس نقعد نشتغل على القوانين بتاعتها الوضعيه عشان تبقى مناسبه ومتوازنه للجميع. اشكر حضرتك، شكرا. انا
انا حاجه تانية كمان انا عايزه يعني نوجه شويه نظر لقوانين الرؤيه وقوانين الاستضافه والسن، دي لازم نناقشها علشان لازم الاطفال دول يبقى في حق للاب زي ما هو في حق للام واهل الام عشان يطلعوا اسوياء، لازم يبقى في للاب ما قوانين الرؤية يبقوش برضو بعد ده نقطة 16 مهمة محتاجين نتكلم فيها. أشكر لازم حضرتك شكرا لازم. جزيلا أستاذ عبير الأنصاري رئيس نادي المطلقين، شكرا. قاتل صح، اتفضلي حضرتك. أتكلم في أموريني مش عارف تعليقك على ما وصلنا إليه في هذا النقاش. أولا طبعا أنا بأيد الفكرة جدا، بس زي ما اتفقنا إن هي تبقى حسب يسار الزوج أو إعذاره، دي النقطة الوحيدة اللي أنا برفض انها تكون متاحه. يعني قصه التطليق طلقة بائنه كبرى دي انا برفضها تماما، يكفي انها تكون مطلقه طلقه واحده لاسباب اللي انا ذكرتها قبل كده، صحيه او نفسيه، واحد مريض، واحد مجنون نفسيا في حاجه، واحد مدمن، كل ده ما استناش، ما خليهاش تطلق من واحد اتنين تلاته، يعني ثلاث طلقات، وما خليهاش تستنى سنه اتنين تلاته، ليه؟ ليه افضل اعذبها العذاب ده كله؟ يعني ايه طلقه واحده يا استاذ؟ انا بناقشك بس، يعني طلقه واحده؟ ان هو يرمي عليها الطلاق وبعدين تضطر تستنى عشان لا 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 اليمين لا. يعني تستحق لو اتطلق طلقه واحده؟ انت عايزه تقولي كده؟ طيب افترض طالما في طالما في اسباب قويه زي ما قلت لحضرتك او قلت للاستاذه ممكن ترجع بعد الطلقه دي، ممكن يرجع هي الاستاذه انجي ردت عليه يسترد المبلغ لو رجع، يسترد المبلغ ولو رجعت عرف، وده سهل جدا، ولو رجعت عرف مين اللي هيسترد؟ شركه تامين هتاخد المبلغ تاني؟ هدور عليهم اكيد، مش في عقد حضرتك مكتوب، مش في عقد رسمي هيتكتب في في المحاكم ويعلن بيه شركات التامين دي. هتدور عليها لو رجع حضرتك، هيبقى ده قانون، اذا تم رجوعهم بصفه رسميه مش عرفيه يعلن الشركه. طب وايه المانع؟ كلمه اخيره من الاستاذ عصام، اتفضل. وايه المانع ان هم رجعوا عرفي؟ زادت فترة العدة، ايه المانع ان برضه اذا تم علم الشركة بأي طريقة ما يسترد المبلغ؟ انا بقول نسمع بقى استاذ، انا بقول عبث ليه؟ عارفة لو عندي انا عيب واحد فاسد في هذه العيوب او بند واحد فيه انتقاد، لكن ده هو سوري يعني لا تعليق، حضرتك رافض القانون لا تعليق كليا. يعني الست لو اتطلقت وخدت الاسيب بتاعتها، يعني طلقت طلاق وعدت فترة العدة وخدت الوثيقة، ما من حقها ترجع له تاني، وبعدين تتطلق تاخد الوثيقة تاني، وبعدين تتطلق تاخد الوثيقة تالت، وهكذا. ولو اتجوزت غيره واتطلقت، ثواني بس، يتحكم بقى يا ريس، يا استاذ اديني يتحكم يا استاذ، اكمل الفكرة ورد عليا. كلمة أخيرة، لا خلاص احنا في الثواني الأخيرة، أنا عايز لا 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 قبل الثواني الأخيرة بقى، أنا عايز أقول جملة. اتفضل. ماشي؟ طيب أنتوا ليه بعدتوا عن الأساس؟ اللي هو ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تجيبي يعني ده قرآن ربنا، ما تجيبي داعيه اسلامي يقول الكلام ده متفق مع الشرع، ولا هو شيء هيقلب الجواز الى عقد مدني، وان احنا يعني انا لما قلت لك في الاول هو مع الشرع، هو مع الشرع ان هو ما يقولهاش ان هو هيتجوز عليها، هو ده مع الشرع. بصي حضرتك رحت بينا في حته ثانيه يا استاذه، يا استاذه، يا استاذه، انا بقول يتجوز، انا بقول لحضرتك يتجوز الثانيه والثالثه والرابعه، ولا اجبار عليه في ان هو يعلم الزوج. انا بقول لا اجبار، ده من باب ايه؟ من باب الفضل. لا ما يتفضلش عليا، ثواني بس، لا ما يتفضلش على المرأة، لا ما يتفضلش، لا ما يتفضلش. انا لازم يعرف، وصلت وجهة نظر حضراتكم، وانا اشكركم شكرا جزيلا. الاستاذة اشجان البخاري المحامية بالنقد وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، شكرا جزيلا لحضرتك. الاستاذ عصام عجاج المحامي بالنقد والإدارية العليا، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. في موضوع وثيقة تأمين الطلاق اكيد الآراء بتتعدد، واكيد ده طبيعي وصحي وعادي في اي حوار مجتمعي حوالين قضية مهمة زي قضايا حقوق مطلقات. الاختلاف في الآراء أكيد ثراء لما يعني لكل فرد في المجتمع، لأن ده بيكون مهم جدا وبيبقى مؤشر للحوار اللي بيحصل في المجتمع. ولما يكون الحوار مظبوط ومبني على مبدأ العدالة هيكون كويس جدا، أما لو كان الميزان ده مايل فبتكون الآراء مجرد تعبير عن الأهواء، وده أكيد ما بيوصلش لأي نتيجة مفيدة. النهاردة حوارنا مهما كان فيه اختلاف شديد في الرأي، لكن كان فيه اتفاق على هدف واحد، وهو تحقيق العدالة وإقرار العدالة وحفظ الحقوق على أساس أي خطوة لقدام. أشكركم شكرا جزيلا، بكرة مصر جديدة.
في ضوء الأحداث العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد المصري، ومحاولات البعض استغلال هذه الأحداث لتحقيق أرباح سريعة غير مشروعة من خلال ارتكاب جرائم اقتصادية تضر بالاقتصاد الوطني ومنها الإتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، فإن أجهزة وزارة الداخلية تتصدى بكل قوة لتلك الجرائم ومرتكبيها. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن في ضبط 92 قاضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال الفترة من 7 من الشهر الجاري حتى 20 من ذات الشهر، بقيمة قرابة 184 مليون جنيه عملات محلية وأجنبية، من بينها ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بلغ حجم تعاملاته 30 مليون جنيه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وبقنا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 20 مليون جنيه. الإدارة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام شقيقه مقيم بإحدى الدول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها له، والذي يقوم بدوره باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لذويهم مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي في هذا النشاط الإجرامي 15 مليون جنيه. وبالدقهلية تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ما يعادلها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي بلغ 9 ملايين جنيه. وبالدقهلية أيضا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بالخارج بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما في هذا النشاط الإجرامي 12 مليون جنيه. ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 7,500,000 جنيه. المذكور يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدال ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وتتواصل الضربات الأمنية ضد كافة العناصر الإجرامية الضالعة في الجرائم التي تضر بالاقتصاد المصري حفاظاً على ركائز الاقتصاد ودعائمه من تلك الجرائم.